أول ضيوفنا اليوم شخصية خدمت العمل التربوي لأكثر من 3 عقود، وكانت أول موجه في تخصصها في عام 1990 قبل أن تعمل في المجال الإعلامي ككاتبة صحفية. تمكنت من محاورة العديد من وزراء التربية في تجربة نتج عنها إصدار موسوعة تاريخ التعليم في الكويت، ورصدت من خلالها تاريخ المنظومة التعليمية في الكويت منذ الكتاتيب ووصولا للتعليم الحديث. لضيفتنا الكاتبة والتربوية نفيعة الزويد محطات كثيرة في حياتها نجحت بتجاوزها والاستمرار في الإنجازات، ولعل زواجها من السفير السابق الراحل يعقوب الرشيد من أهم المحطات خلاف تأثير الشخصية العسكرية عليها، وهي شخصية والدها الضابط العسكرية. كما نجحت ضيفتنا بأن تكون أما لـ3 أبناء أشرفت على تربيتهم بالشكل الصحيح لينجحوا في تحقيق أعلى المراتب. ومن خلال الدقائق القادمة سنعرف الكثير من الأمور الخاصة بضيفتنا، وسنتحدث معها عن المنظومة التعليمية في الكويت، وكذلك العديد من القضايا حديث الشارع الكويتي. الأستاذة الكاتبة الإعلامية والتربوية الأستاذة نفيعة الزويد، نرحب فيك ونقول لك يسعد لي مساك ويا حياك الله معنا في السيف. يا هلا ويا مرحبا، وأنا سعيدة في تواجدي بينكم في برنامج السيف اللي أخذ سمعة رائعة وبصمة من بين القنوات الحالية، بتميز طبعا ضيوفنا أكيد. الله يخليكم، وبعدين المحاورين، المعد، المخرج، تحية لكل من هم خلف الكواليس، الجندي المجهول واللي ظاهرين قدام المحاورين. حياك الله، اكيد نورتنا اليوم. احنا نبي يعني نستفيد من وجودك اليوم معانا بكل الطرق ما شاء الله، يعني كذا تخصص. حتى من شوي كنت اقول لاخوي، اقول له يعني كذا تخصص ما شاء الله، حتى شخصيتها بالصج تحت الهواء تهبل، واكيد راح نستمتع معك بهذه كل الشكر. الرحله شكرا حياتي. لكم حياتي. يمكن اذا بغينا نتكلم عن مشوارك في التربيه. نعم. مشوارك التربوي، بديتي يمكن العمل الميداني كأستاذة. نعم، أنا طبعاً 3 عقود من عمري قضيتها في وزارة التربية. صحيح. 11 سنة داخل أسوار المدارس، وخمس 22 سنة في التوجيه. صحيح. توجيه تقنيات تربوية. لو المستمع الآن كمشاهد يسأل ما معنى تقنيات تربوية، باختصرها في جملة واحدة. تقنيات تربوية هو تفكيك جمل الكتاب وترجمتها من كتابة إلى صورة مرئية، مجسم، مشروع، بروجيكتور، أوفرهيد البروجيكتور أو الفانوس السحري، وصولا إلى الكمبيوتر والنت، الأجهزة الحديثة. إذن هي نقل الكتاب الكتابي إلى صورة مرئية لتثبت في الذهن أكثر. صحيح. عشان كذي احنا هذا مجال التقنيات تعتبر يمكن طرق من طرق التدريس المشوقه للطفل، خاصه طبعا للاعمار السنيه الصغيره، اللي تتاثر في الصور، تتاثر في الفيديوهات، ترسخ في الدماغ اكثر كصوره، ترسخ حتى حق الكبار يعني. صحيح. على فكره وهذا التعليم الحديث الان متجه، يعني احنا قبل كنا بس على الكتاب نقرا نتخيل ونمتحن. صحيح. الان لا، هو يشوفها صوت وصوره وشيء متحرك ايضا بعد دخول الكمبيوتر. جميل. نعم، يعني المسمى الاول مثل ما تفضل اخوي وقال ان التربويه، خلينا نقول نعم. لان نعم. الكاتبه التربويه وايضا الاعلاميه، فانت الاقرب لك هو الاعلاميه في التربوية. حدود اني كنت في شق وزارة التربية التابعة للتلفزيون التعليمي، كنت محاورة وزراء لـ8 سنوات. حلو ما شاء الله. من بعد التحرير مباشرة لتوثيق كل مراحل التعليم في الكويت على يد وزرائها، وكل من حمل الحقيبة الوزارية 90% اللي قابلتهم وزراء، 10% من كان لهم تأثير في المجتمع الكويتي. ابتداء من التعليم في الكتاتيب، ومن ثم المساجد، وانتقلنا إلى التعليم النظامي في 1936 للبنين، بعدهم بـ2 سنوات تعليم البنات في 1938. أستاذة نفيعة، أنت تميزتي في هذه اللقاءات أن قابلتي وزراء. نعم. يعني تولوا حقيبة وزارية لوزارة التربية فقط. نعم. فأتوقع يمكن فعلا هذا رشيف ضخم جمعتيه من خلال الشخصيات اللي قابلتيها. بالضبط بالضبط، بس على فكرة في بعضهم كانوا وزراء لوزارات أخرى
مثل مرزوق كان وزارة التجارة صحيح. ومن ثم التربية، لكن لأن الرعيل الأول كان مخلص صحيح. تحطه في أي مكان يبدع أكيد اختلف. وإن لم يكن من رحم وزارة التربية صحيح أكيد. أنت عارف أن التعيينات في السابق وإلى الآن لما يكون وزير للتربية تعيين سياسي، نعم الوكيل عادة هو يكون الابن الشرعي للوزارة اللي هو فيها، لكن الوزراء كما نعلم أنه أغلبهم تعيينهم سياسي صح. كانوا يبدعون صح. الرعيل الأول لو ما كان له في التعليم شيء تلاقي بظرف سنتين بالخبرات اللي حواليه في الوزارة اللي حطوا صح. عليها يجمع معلومات ويستمع للموظفين أين مناطق الضعف والقصور فتلاقي يلم بمنظومة وزارته ويعرف مشاكلها، بعد سنتين يبدع كوزير في هذا المجال. نعم. على طاري الألمان من شوي قلت أن كل تخصص راح تستفيدين منه. نعم. زين خبرتك في الحياة بالضبط وين؟ قبل إحنا نبلش الأسئلة اللي عندنا. خبرتي في الحياة ككل لما ككل. وصلت إلى هذه اللحظة. أيوة بالضبط. يمكن راح أفاجئكم في جملتين. أي. والجملتين على النقيض. الجملة الأولى كلها تفاؤل والثانية ليست تشاؤم لكن هي واقع مؤلم. خلينا نسمع. الجملة الأولى كل ما وصلت له من محاورة وزراء وكتابة صحفية وأم زوجة سفير معدة لكتابين عديتهم، سفراتي الأسفار الكثيرة، كتاباتي الصحفية الميدان اللي أنا أول توجيه أدخل مدارس ثانوي بنين صحيح. وبالتأكيد كان بالتسعينات بدايتها كان صعب كتقنيات صحيح. تربوية ثانوي بنين في مناطق نائية صحيح. ومتوسط. خلاصة هذا الكلام لقيت أنه الغيمة في السماء سعيدة بأمطارها والأرض سعيدة بأزهارها والإنسان سعيد بنجاحه، بين قوسين نجاحه في عمله وأسرته. لو قال لي ناجح في عملي لكن فاشل في أسرتي أنا ما أعتبره نجاح ولا نص نجاح، سعادة منقوصة ناقصة. وإذا قال أنا ناجح في بيتي لكن مو قادر أعطي وفاشل في عملي أنا أعتبره هذا مو نجاح. النجاح حين يكون الإنسان ناجح في عمله وفي بيته، هذا الشق الأول. الجملة الثانية أقولها وأنا كلي ألم لكن مؤمنة فيها. ساعات لما يطلع الواحد فينا بالليل وشوف الإشارة حمراء طل يمين يسار ما في دورية مشوا الإشارة حمراء يبوق القانون، يحطون إنسان في مكان حساس واثقين فيه وتحت إيده ميزانية وزارة أو لقى ثقرة في القانون يهجم عليها بكل شراسة وما يرحم ضارب في عرض الحائط مصلحة الوطن. نعم. فقلت أنا جاء الإنسان ليدمر البيئة ليكسر القانون وليصنع الحروب، وهذا ليس تشاؤم بل هو واقع صحيح. شنو رأيك في موضوع من يزور شهادة ويشتغل في هذه الشهادة ويعتلي منصب في هذه الشهادة نعم. المزورة؟ نعم الشهادات المزورة هذه الآن أمر مؤرق لكل المجتمع صحيح ومخيف نعم. يعني طبعا مخيف لأنه نسمع أخبار عن هذه الشهادات كل يوم ما شاء الله، يعني في أخبار جديدة عن هالموضوع. نقعد كل يوم بالصحف نلاقي يعني في كل مكان في كل مجال بالضبط. لكن المخيف في الوزارة التي تحاكي كل شرائح المجتمع وزارة التربية صحيح كل المجتمع فيها كويتي وغير كويتي صحيح. لما أنا مسؤولي الكبير المعين هو في رأس الهرم عند الدكتوراه ورئيس قسم رئيس منطقة تعليمية رئيس حتى لو كان مدرس بعد ما ترقى صحيح على ما أعتقد كل من سيطلع من تحت إيده راح يكون هش أكيد راح يخرج أجيال هشة ضعيفة. ليش؟ لأن ما تعب في الدكتوراه ما عرق ما راح غربة ما تعب وسهر الليالي، فلما أي وياخذ منصب براتب ليس من حقه صحيح ايش راح يسوي؟ راح يمشي الامور بس يبي يمشي الامور يعني باي طريقه، فراح يطلع التخرج من تحت ايده هش، النتاج للمجتمع راح يطلع ضعيف وفي بعض منهم يستغل ذو الخبرات القديمه في الوزاره من حوله ينجزون لكل شيء ويقدم في اسمه في نهايه المطاف. إن لم يكن هو إذا ما اكتشفته أنه ضعيف في العطاء راح يستغل كل من هم أصحاب خبرة من حوله يقدمون له دراسات ويقدمون له كل شيء ويقول تفضلي يا الوزارة أنا قدمت لك أنا الدكتور الفلاني صحيح قدمت هذه صحيح الدراسة صحيح وهذا في ظلم للطرفين صحيح إذا هو اشتغل
شغله راح يكون ضعيف وهش، واذا اعتمد على منهم حوله اصحاب الخبرات ظلمهم. جميل. اكيد اذا ما كان في تخصصه بالضبط. صحيح. استاذه ودي يمكن ناخذ رايك في موضوع التركيبه السكانيه، تكلموا نعم. يعني خبراء اقتصاديين سياسيين عن هذا الموضوع، ان الكويت تدخل في موضوع تركيبه سكانيه غير متوازنه ما بين الوافدين والمواطنين بشكل عام. انا تكلمت في هذا الموضوع في اكثر من مقاله. انا لست ضد الوافد، لكن ضد في بعض النقاط. ما في دوله في العالم تخلو اجهزتها وزاراتها من دون ما تكون مطعمه من قبل الدول الجوار، اكبر الدول. انا كنت في استراليا، بنتي هناك، صحيح، عايشه هناك وتقدم رساله الدكتوراه. اغلب الموظفين في بعض المهن صينيين، بالضبط، يابانيين، امريكا، المكسيك، مكسيكان ماسكين، صحيح. اغلب كل وزارات العالم تلاقي او دول العالم مطعمه بالدول المجاوره، هذا امر طبيعي. طبيعي صحيح. لكن اللي مو طبيعي لما انا اجيب ناس باعوا اللي وراهم واللي قدامهم في دولهم ويو وخليتهم عماله سائبه مهمشه بالشارع مو لاقين وظايف، او ان انا عندي مهندس كويتي وحطيت مكانه مهندس وافد، عندي مستشار كويتي وحطيت مكانه مستشار وافد. هذه تزعلك لان ابن البلد هو اولى بخير ديرته، بالضبط، وما يكون العدد زايد عن الحد. اذا بتكلم عن التركيبه السكانيه، احنا سعه شوارعنا كم سعه الاستيعابيه للسيارات؟ 900,000 وكسور. انت عندك الان ما يقارب المليونين سياره، اكثر بعد اذا مو 4 ملايين. والله صدق التركيبه السكانيه الكل يعاني، يعني ديرتنا الكويت تستحمل 3 ملايين، مليون كويتي ومليونين فوق راسهم ما قلنا لا، لكن 5 مليون وايد وايد. لا شوارع بتكفي لو مهما بنت الدولة من جسور وحطت مخارج لبعض المناطق، صحيح، دخول وخروج وجسور لن تحل المشكلة كنسبة وتناسب، يعني لن تحل المشكلة. أنا ما بأطرح بس مشكلة، أنا بحط حل. يا وزارة الداخلية، علشان حل الزحمة اللي قاعد تصير لازم رفع مليون سيارة من شوارع الكويت وتسفير مليونين وافد. المليونين وافد ما نبي خطأ الشدادية، جامعة الشدادية طامة كبرى، وقفوا العمال رحلوهم ووقف المشروع التعليمي. انت قبل ما تسفر لازم عندك دراسة جدوى. ايوه بالضبط، هناك تخطيط جيد انه من سيحل محل اللي بسفرهم. لكن تسفير عشوائي غلط. انا بقول لك على مأساة في الشارع الدائرة الخامس، الخطأ اللي وقعت فيه وزارة الداخلية، مع احترامي الشديد لكل رجال الداخلية وعلى وقفتهم في السيطرة على كل مشاكل الدولة اللي قاعد تصير. دولة ما يقارب 5 مليون، الله يعينك يا وزارة الداخلية، صحيح. لكن لما تفتح كتف الطريق علشان يحل مشكلة في الرش أور في ساعة الدروة، نعم، هذا مو حل، احنا زدنا المشكلة. لأن انت الآن عندك الذروة 24 ساعة، صحيح، على كل وقت 24 ساعة. إذا كتف الطريق يستعمل ويستقل، انت عندك 4 سايدات بالخط السريع وهذا الخامس وخط الأمان أو خط الطوارئ نسميه أو خط الأمان، راح كلهم سكروهم. طيب واحد جات له أزمة قلبية علاجه مو معه، امرأة ياها مخاض الولادة والولادة في السيارة، شخص معتوه معاه سلاح قام ورش اللي حواليه، ما تدري معتوه ومعاه سلاح ما حد داري عنه. تقصدين أن حارة الأمان هي منفذ، كيف وأنت أغلقت هذا المنفذ لي معناها لمن يحتاجه الدوريات المساندة أو الإسعاف أو أي منقذ لهذه الظروف الثلاثة لازم يطب ببراشوت علشان ينقذ هذه المشكلة من الشارع. الخطأ هذا اللي وقعت فيه الداخلية يذكرني بخطأ الصحافة، معلش اسمح لي أنا راح أربط الاثنين. قراءة، أنا لما رديت من استراليا قبل فترة قصيرة، لأنه أنا تقريبا لا أكاد أكون بالديرة من 2010-2009، 6 أشهر خارج البلاد و6 أشهر بالكويت بالبلاد والداخل. الست أشهر اللي أنا برا بحكم دراسة أولادي في أمريكا، كندا، صحيح، استراليا. فلما أي هني أتابع بعض الأمور لكن لا أزور ولا أشوف أحد. إحنا جبناها على الصحافة، جيت ففوجئت أنه في حجب للصحافة يوم السبت. هل هو من منظور مادي؟ ما أدري، لكن ليعلم المسؤول عن هذا القرار أن هناك شريحة لا يستهان بها تتنفس أكسجين الصباح من خلال تصفحها لهذه الجريدة. صحيح، لكن يمكن احنا سوينا لقاء مع رؤساء تحرير بعض الجرائد او بعض الصحف الكويتية، نعم، قالوا هالكلام ان احنا قلصنا عدد الموظفين
قلصنا حج بيوم السبت راح يقلل من مصرفنا، لأن في النهاية الآن الصحف الورقية نوعا ما باتت خلاص قامت تنتهي. قبل يعني طيب وماذا عن الشريحة اللي قلت لك الشخصي، وماذا عن الشريحة اللي إلى الآن تستمتع بفنجال القهوة الصبح والشاي مع تصفح أوراق الجريدة؟ نرجع لموضوع الوافدين. الوافدين كل ما تسأل واحد تلاقي تخصصه شيء ويعمل في شيء آخر. أنا شخصيا تجربة معاي شخصية، دخلت ثلاث محلات كمبيوتر أبي شغلة معينة ما عرفوا، ما عندهم خبرات، قاعد يدربون هني. نجيبهم كحرفية أو الوظائف البسيطة المهنية حق بيوتنا لا يجيد العمل. صحيح. إذن كيف في بعض الأمور إحنا نعرفها أكثر منهم. بالضبط. أي والله. كيف نبي نرفع من شأن بلدنا، البنيان يصير قوي ليس تجاري، لما نستعين بناس ما عندهم خبرات وليس مؤهلين لهذا الشيء. جميل. ودنا ناخذك إلى الأسرة، بما أنك أنت أم ولثلاث أبناء وربيتيهم أحسن. ثلاث أبناء ذكور وابنة واحدة. ابنة واحدة. بنت واحدة. هذه عاد الوحيدة. دلوعة يعني. الأسرة الكويتية قبل في السابق لم تكن متعلمة. نعم. الأب أم الأم. لكن هناك قيم كانت تربوية، قيم فيها الأصول الجيدة في التربية، كان ينبت من كل أسرة أبناء صالحين في المجتمع. الآن مع وجود الثقافة العالية والشهادات العالية للأم والأب، لكن نشوف بعض الأسر هشة من الداخل، ما في ذيك القيم، ذيك العادات، ذيك السلوم والعلوم اللي تعلمناها من أبائنا قبل، من أبائنا اللي يكاد يكونوا أميين. بالضبط. لكن أنتجوا أجيال تفتخر فيهم. صحيح. البيت. صحيح. أنا ما تعتقدين هذه غرابة؟ خليني أقول لك على شيء. أنا امرأة كويتية عنصرية لما هو ماضي، أنا مع التربية القديمة، أنا ما زلت مع كل ما هو ماضي. ويمكن دليل أبي أقول لك الآن، إلى الآن السمارت فون أنا ما حطيته، أنا السوشيال ميديا ما حطيته، هذا تليفوني إلى الآن، وترى مضمد. ها شيء غريب يعني. أي والله شيء غريب يعني. حاولوا يعني أغلبية كلها الحديثة الأم جهاز آيفون رفضته حقيقة. ليش؟ لأن حسيت من خلال عيالي وبنتي في الخارج وكأني راح أتابع أخبار الناس، وهذا أمر لا يعنيني، لست مستعدة إلى الآن. تبحثين عن البساطة في الحياة؟ جدا. يمكن أن تكلمنا في البداية عن موضوع البساطة. أنا البساطة في الحياة، في اللبس، في المأكل، أحب الطبيعة، ما أحب التكلف في أي كان. طيب التلفونات الحديثة ممكن تأخذك إلى عالم اللي الناس تواكب الحين في السوشيال ميديا، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، وايد ما أعرف عنهم. أنا أسمع عنهم تويتر، إنستغرام، سناب شات، ولا واتساب. أيوة في السوشيال ميديا اللي هي إلى الآن، وهذا قاعد يكلف ميزانية كبيرة في الاتصال حق بنتي. نعم. ساعات أولادي يزعلون يقولوا ماما أخذي الإنترنت مالنا وكلميها على الأقل كمكالمة. بس ماني قادرة أتقبل جهاز السمارت فون أن يكون في إيدي، وخصوصا أن أنا ما عندي علاقات في المجتمع. على الرغم من أني اجتماعية لكن ما عندي علاقات في المجتمع، مثل ما قلت لك أنا خارج الكويت أكثر. الآن استقريت وستلد، موجودة حاليا. أرد الموضوعك لما تقول التربية. صحيح. أنا ربيت أولادي على النظام القديم، قضية أن أولادي يطلعون سطحيين من نوع الهش، ليس له عمق وتفكير في معنى الحياة، لا هذا ما حصل عندي في البيت. أنا كنت موجهة في وزارة التربية وموجهة أيضا في البيت. صحيح. بنتكلم عن هذا الموضوع، لكن إحنا عشان لا يداركنا الوقت عندنا صورة رح نعرضها لك. تفضل. ونبي نشوف تعليقك عليها. نشوف الصورة إن شاء الله. شخصية لها يمكن مكانة كبيرة في حياتك، وخذت جزء كبير أيضا من ثقافتك يمكن. لو لم يكن لما كنت هذا الرجل، لو لم يكن لما كنت والدي عواد زويد رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، 2004. إلى الآن أستقي مفرداتي في مقالاتي الصحفية من هذا الإنسان. والدي عسكري أول حياته. صحيح. وعلمني على الضبط والربط، فشغوف بالقراءة، شغوف تماما، مثقف سابق لزمانه، متطور، منفتح. احنا نقول دائما ان الاب عزوه والام هي الامان. ايوه الامان والاسرار العيله عندها وكل شيء. والدي كانت له هيبه، كان له حضور، بجانب هيبته كان انساني بدرجه اولى. والدي تزوج والدتي في المرقاب. اول حياتهم بدوا شراكتهم في المرقاب. صحيح. بدايه اول خمسينات.
الوالدة تقول لما كانت ببيت أهلها تسمع المطوعة تدرس البنات وردون وراها ألف باء تاء المطوعة اللي قبل هي نفسها المطوعة هذه اللي تدرس البنات خيطت جهاز والدتي لعرسها. الله. جهاز العروس والدتي فوز الفارس كان على يد هذه المطوعة. والله أيام البساطة كانت. أيوة بالضبط. أنا مجهز لك شيء. نعم. واسمحي لي فيه. أيوة. راح أعرض لك ورقة. أنت مجهز للصورة أنا متفاجئة فيها يعني. لا هو عنده شيء. راح أعرض لك ورقة. بعدها أنا يقولون وكل فتاة بأبيها معجبة. أكيد. ففاجأتني بأول فارس أحلام لي. الله يرحمه الوالد. الله يرحمه. عسى الله يرحمه ويغفر له. لك الأمر كله. يعني سيد عواد زويد مشهور هذه الورقة من 52 يذكرون براتبه هو كان عسكري في السلك العسكري. نعم دائرة الأمن العام. دائرة الأمن العام. أيوة. راتبه صابرين ها. إيه. 741 روبية راتب أساسي و325 روبية بدل سكن بالضبط. فوق الألف روبية. بالضبط. ترى روبية تحكي. طبعاً. روبية كانت شيء. أيوة هذا بداية الخمسينات ها. بداية الخمسينات فهني نشوف إن الحكومة كانت تقدر بالضبط. موظفينها والعسكريين بالضبط. خاصة. كانت مغدقة على شعبها مواطنينها من ذاك الوقت. أكيد. ما نقول تو الطفرة صارت والزيادات. شوف هذا في بداية الخمسينات وكان عسكري. راتبه فوق الألف روبية صحيح حتى بدل سكن موجود لا بدل سكن غريبة يعني من أول بدل سكن شيء واحد يفتخر فيه أن حكومته كانت بهذه النظرة من ذاك بالضبط. الوقت على فكرة على طاري دائرة الأمن العام والدي اشتغل من بداية الخمسين لنهاية الخمسينيات في السلك العسكري دائرة الأمن العام كان مسؤول المباشر يعقوب بصارة والد لاعب كرة القدم جاسم يعقوب جاسم يعقوب الأسطورة جاسم يعقوب ونمسي عليه في هذا البرنامج نقول مساء الخير والدك كان هو مسؤول والدي في دائرة الأمن العام والدي كان أحد أبطال سنة الهدامة بالأربعة وخمسين هو أحد الأفراد مع زملائه شالوا العيايز وكبار السن والقلوهم من البيوت للمدارس المدارس إلى المدارس كان التعليم النظامي من 36 فانقلوهم لحوش المدارس وكان بعرام الباص إحنا الحديث عن عائلتك ما شاء الله كثير طويل نعم. ما شاء الله يعني عندك يعني تاريخ الله يخليك يهبل بس عندنا الحين تقرير نشوفه ونرجع نعلق عليه ايش رايك ان شاء الله لان والدي هم زار جمال عبد الناصر في عيد العمال لما كان في البترول حلو نعم ما بين ضيفتنا اليوم والدبلوماس الراحل يعقوب الرشيد قصة حب كتبت نهايتها بوفاة الرشيد وتكفلت نفيعة باستمرارها بعدم الزواج بعد رحيله وفاء لرجل كان مصدرا لسعادتها على امتداد سنوات كثيرة عاشها بحلوها ومرها الراحل ولد بالكويت يوم 9 مايو عام 1928 وهو دبلوماسي وصحفي وشاعر كويتي يدين بالولاء لوالده الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤرخ الكويت الأول ومؤسس مجلة الكويت عام 1928 الذي فتح أمامه آفاقا كثيرة في الأدب والحياة فتأثر به وبعطائه تفرغ من عام 1977 إلى الشعب والأدب ليكون من الرواد في الأدب مثل الكويت سفيرا واجتهد ليكون زوجا وفيا لزوجته نفيعة التي لا تزال تعيش على ذكراه خصوصا وأن حياتهم كانت مليئة بالنجاحات وشهدت تحقيقا لأحلام كثيرة تبارك الرحمن يعني الراحل عسى الله يرحمه كان يعني له تاريخ كبير أكيد تعلمت من الكثير أكيد أكيد كونه شاعر وأديب خليني أختصر لك إياه في جملة هو إنسان هادي جدا وقور جدا محب للناس يعني يكفي أنه كان يذكر أم عياله زوجته اللي توفت قبل زواجنا بسنوات طويلة هذا الرجل كان يذكرها دائما في الخير عندي عايشة عبد القادر الحمود الله رحمة الله عليها رجل بهذا الشكل أكيد راح يكبر في عيني أكثر وأحبه أكثر طالما ولاء لأم أولاده صحيح. حتى بعد زواجنا كان يذكرها بالخير محب لأبناء محب للناس وهادي جدا يعني أكثر الأمور اللي كانت لفتت انتباهي له هو أديب شاعر يعني حتى في كلمة قيلت عنه في لبنان هو في السياسة سفير وفي الحب أمير الله ما شاء الله نعم حلو إحنا عندنا
أتوقع اتصال ولا تقرير فيديو. فيديو خلنا نشوفه ونرجع أكيد نعلق عليه. اليوم حبيت أتكلم عن صديقي وأمي بنفس الوقت نفيعة الزويد، واعذروني إذا استخدمت بعض الملاحظات أو بعض المصطلحات بالإنجليزي، فأي hope you don't mind. يعني أول شيء حبيت أقوله إن الوالدة بالنسبة حقي قيادية وإنسانية وعندها كاريزما الناس تلاحظها، وغير هذا هي تكون مصممة على الكلام اللي تقوله ولا على قراراتها ولا على الأشياء اللي تبي هي تسويها بحياتها. هذا أول شيء، يعني أول ملاحظتي يعني عن الوالدة. ثاني أكبر ملاحظة أنا عندي إن هي my best friend، يعني إذا كانت عندي أي مشكلة ولا أي شيء أنا أبي أحله مع الوالدة ولا في حياتي الشخصية أروح عند الوالدة وأستشيرها، وهي تعطيني الأدفايس يعني مثل ما أنا احتجته. والشيء الأخير طبخها ما شاء الله، يعني بالنسبة حقي أحسن طبخ وأحسن أكل بالعالم، وهذا أكثر شيء خلاني أنا أرد الكويت عقب ما خلص دراستي في إستراليا ب 2014، وأنا بالنسبة حقي الوالدة هي الكويت بحد ذاتها. الله يحفظه. ترى هذا الطموح طبيعي كلنا كذي. أيوة بالضبط. إحنا الشباب بطوننا أهم شيء. يعني طلعت ما شاء الله فوق النهية، يعني تربوية وإعلامية هم طباخة. طباخة ماهرة. ما شاء الله. يعني دائما الأم مميزة لازم كذي، لازم تطبخ. أي بالضبط. بس بقول لكم على شغلة. أنا والدتي كانت تعلم الحريم يونها وتعلمهم. أنا ما وقفت ما تعلمت معاهم. لكن الظاهر هذا شيء إذا كان بالجين جينات انتقلي. الظاهر كذي. العلم عند الله. طبعا ولدك الثاني تعبنا واحنا ندور عليه ما قدرنا نحصله عشان نصوره فيديو، لكن اخذنا بهذا الاتصال اللي راح يشاركنا في حلقتنا على ما يجهز هذا اللي اشترى. منو فيهم؟ مفاجأة. اوكي خليها مفاجأة، خليها مفاجأة. يجهز الاتصال لانه مو قادرين نحصله صراحة. أوكي. الظاهر مشاغله بالدوام ما ادري او شيء. اليوم احنا قاعد نتكلم عن 2019، مرت سنوات. نعم. انت عصرتي شخصيات، سواء كان والدك او سواء المرحوم زوجك، ايضا يمكن شخصيات دبلوماسيه وسياسيه. نعم. كثيره. واستفدتي من هذه الحياه. نعم. ونقلتيها لابنائك. بالضبط. اليوم ابنائك الشباب هل قاعد تشوفين انه فعلا اكتسبوا منك واستفادوا واستغلوا هذه الخبره العميقه والعريقه لك، ولا بعد؟ انا كل واحد من اولادي ماخذ خصله مني حقيقة، كل واحد فيهم ماخذ خصلة معينة مني. أنا لما أحاكي بيني وبين نفسي أقول هذه فيني، هذه جين مني أنا انتقلة. ما ربيتهم تربية على النظرة الشلو للأمور، عندهم عمق، وهذا اللي ضيع شبابنا اليوم في كثرة الطلاق اللي موجود في المجتمع. صحيح. بأنه ليش أنا قاعدة أسسهم تأسيس سليم؟ إحنا ما راح ندوم لهم بالدنيا. صحيح. لو طلعت أنا في يوم من الأيام أنا مطمئنة على عيالي، لو تزوج يفتح بيت يقدر. أسباب الطلاق أقدر أتعرض لها الآن، أقدر أتحكي عنها، تسمح لي؟ إيه؟ نعم. الطلاق ليش؟ الطلاق اللي قاعد يصير على 20 حالة في اليوم ليش؟ لعدم وجود خصلة الصبر، التقليد الأعمى للغير، النظرة السطحية كأنه وميض جلانس يمر لمعة تمر قدام الاثنين، لحظة حب، لحظة حلوة، توقعوا الزواج كله كذي. عدم تحمل مسؤولية. أيوة. وعدم صحيح. تحمل مسؤولية. أقول لك على شغلة، الزواج في الكويت حالة طردية بين الزوج والزوجة. الولد يبي يهبط، أمه تقول له اقعد استريح، بلاش طلعت شاليهات، بلا سفر، بلا شيء، نبي هبوط. البنت إقلاع، في حالة إقلاع، أنا بتزوج، أبي أخذ حريتي، أبي أطلع، أبي أشتري، أسافر، أبي أشتري. فالهبوط مع الإقلاع قاعد يصير تصادم. أكيد أكيد. لازم شوية الهبوط قاعد يصير تصادم. الحين راح نكمل. التصادم هو السبب في الطلاق، لأنه هي نظرتها للزواج يعني أنه لازم أشتري أطلع أكلف عليه، وحكر حكر الرجل، لا تروح أصدقائك. لا، أنا أتوقع هني دور الأسرة ترى ضروري في عملية التوازن ما بين المرأة. تغيب الأسرة في نشأة البنت أنها ما تكون حكر على حريتها، والزوج الآن يقول لا أنا ما أبي أتزوج، عسوف عن الزواج من الشباب. ليش؟ ما يبون قيد حرية. أكيد أكيد. قولي ألو. ألو. مساك الله بالخير. يا مساء النور. يعطيك العافية يمه، معك مصعب. يا هلا ومرحبا. انا شوي كنت ابغى اقول هالاتصال جايز، قول ايه. حبيت افادك حبيبي. اهلا وسهلا، مساء الخير مصعب. الله يخليك. حبيت اقول لك يو لوك بيوتيفول اون تي في،
وحبيت أقول شيء سريع بس على التأثير في حياتي أنا الشخصية. طبعاً كنت طول عمرك تربوية ونوعاً ما عسكرية في تربيتنا، تربيتك لنا في البيت. يعني كانت عشرة مصعب؟ الوالدة كانت عشرة؟ شوف هي يعني ما كانت عشرة كثر ما كانت يعني على الصواب وعلى الحق، ولكن في نفس الوقت كانت جداً حنونة وجداً متفهمة، جداً متفتحة معانا بالأفكار، وكانت تدعمنا في كل المجالات اللي ندخل فيها أياً كانت. كانت دائماً تحفزنا وتقول لنا امشوا بشيء اللي تحبونه، اجتهدوا فيه وراح تشوفون النتائج بعد ما تدون حيلكم في المجال اللي تكون فيه. فحبيت أشكرك يا يمه على كل اللي ساعدتنا فيه وكل السبورت اللي عطيتنا اياه في حياتنا، وعسى الله يحفظك لنا وتظلي فوق راس العمر كلنا ان شاء الله. شكرا لك وسام، حياك الله. فيك الخير يا ولدي، الحمد لله. احس ان تعبي مضى في عيالي الحمد لله. انا الحمد ما شاء الله لاحظت ان التقرير هم من هذا الاتصال، من تسمع حس عيالها حوشها شعور غريب غير عن اللي مساها كانت هي تتكلم تصفنين يعني صح، لان شريط سينمائي يمر قدامك اللي انت قدمتيه لهم الله. من الطفوله أيوة. الى هذه اللحظه، عساني ما اكون قصرت في حقهم في يوم من الايام. لا اكيد الكلام قاعدين ان شاء الله ان انت ما قصرتي معهم شيء. يتعرض للاهتزاز ايوه تحت او فوق ممكن يمر، ما عدا حب الام لابنائها أيوة. يزيد ما ينقص صحيح. بل يتفرع في الأحفاد مستقبلاً. أكيد صحيح. أكيد الله يخليهم لك، إن شاء الله تشوفين عيال عيالهم بعد. شكراً يا رب. أشكرك. لكن فعلاً موضوع التربية خاصة الحين في الوقت هذا نوع ما صعب مع وجود البيئة الخارجية اللي قاعد تضغط علينا وقاعد نحاربها وندافع بالضبط. عن أبنائنا بالضبط. هل يعني نقدر نقول إن الأسر الحين مع الصعوبات اللي قاعد تواجهها نعذرها على هذه المشاكل اللي قاعدة تصير؟ لا ما نعذرها؟ لا اسمح لي أنا بوجهة نظري كوني تربوية، دور الأسرة يجب أن يكون حازم ويراقب أولاده لو مهما بلقوا من العمر، لأن الشارع بات مخيف الآن. نقدر صحيح. نوصل أن نكون أقوى من الشارع؟ إذا أسست تأسيس سليم تقدر. إذا كان التأسيس مو الخمس سنوات الأولى بس، حتى في مرحلة المراهقة وغيرها، شن يعني أنا ولدي أعطيه على راحته يرد بنص الليل؟ انت ما تعرف هذا وين راح ومنو اصدقائه، لازم عينك وراهم صحيح. لا تقدر تسيطر اذا كان عدد الاسره صغير، لكن البيوت اللي فيها الانجاب عشوائي او عشوائيه الانجاب لا طبعا ما يقدر يسيطر، ما يقدر يسيطر لانه صار تاثير الشارع اكبر واقوى صحيح. لكن لما يكون عدد قليل عندي في البيت انا اقدر اسيطر على الوضع. اكيد اكيد. في يعني شغله على طارح من الاولاد انت علقتي عليها واتوقع انت نزلتي عليها خبر عن موضوع خطف او مقال عن خطف الاولاد او ضياعهم مثلا. وكونك انت يعني تربويه واكيد تشوفين عيالك يعني بالمركز الاول في حياتك هذه كلها قبل الشغل هم نعم. فنبي تعليقك عن هالموضوع. قصدك العنف، ظاهره العنف. العنف ايوه. انا يمكن المقال الاخيره مال الاسبوع اللي طاف كانت البلطجه حلت رحلها في الكويت. ليش احنا كل ما نفتح الصحف نلاقي في الافنيوز او في الكوت مشاجره؟ ليش في خطف اولاد؟ ليش في طعن في السكين مجرد خزه بالنظر قد يكون مو قاصدها؟ لكن ليش العنصريه هذه؟ واحد يمكن قاعد يفكر بس يت عينه عليك، انت على طول تمسك آلة حاده وتروح تنتقم منه او بسلاح لانه خزني في نظره عين؟ لا ما يجوز. وين الصبر؟ اين التعقل؟ اليوم العضلات مش عضلات بالذراع وانك تروح النوادي تنفخ جسمك. اليوم العضلات بالعقل صحيح. بالذهن. نحن نحتاج في مجتمعنا حاليا العين الناقدة، عين العقل، البصيرة، البصر. وعلى طاري كل مشاكل مجتمعنا اللي احنا شفناها، اسمحوا لي بهالكلمة، نحتاج لمكنسة كهربائية بقوة فولت عالي جدا علشان ننظف كل الشوائب اللي في مجتمعنا. بس في ناس تقول استاذة ان الاعلام هو اللي برز مثل هذه السلبيات، والسلبيات كانت موجودة من يعني زمانات القديمة، لان السوشيال ميديا فتح حتى في ناس مع الاسف يعني تحتشوا في امور حساسة جدا كانت في البيوت، لكن صارت الان مكشوفة امام الناس. حتى حياة الانسان ما عاد لها هيبة مثل قبل، لانها اصبحت متعرية مكشوفة للآخر، كل ينهش فيها صحيح. احنا ودنا نعرض لك بعض الصور ونبي تعليقك على كل صورة، وين كانت وشنو المناسبة. خلونا نشوف الصور. تفضل بتفاجئوني في شيء ما هذه صور ما كلك الخير ان شاء الله. هذه في 2008
بلغت صاحب السمو أمير البلاد عسى الله يطول في عمره أنه أنا تبرعت بالمكتبة والمتحف لزوجي الراحل يعقوب عبد العزيز الرشيد لأملاك الدولة، تحديدا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهديتها الكتابين هذيلا، وكان هذا اللقاء أنا أفتخر فيه تماما. 2008 في أيضا عندنا صورة ثانية أيضا نفس الشيء، نفس اللي كان الإهداء الكتاب لإهداء الكتاب هذا أيضا صاحب السمو الشيخ نواف ولي العهد. كان في عندي طير نادر محنط بطريقة يعني تليق بإني أنا أهديها لسموه لأنه هو يحب الطيور صحيح. اللي من هذا الشكل. ما شاء الله. شوف بعد في صورة. وكانت مناسبة حلوة إن أنا قاعدة معها تكلمنا في كثير من الأمور في ذاك اللقاء. وهالصورة. وزير الخارجية أيضا أهديت هذا الكتاب بمناسبة زيارتي له، وأشكره على جهوده الحثيثة اللي قاعد في كل مكان نشوف إحنا لا بصمة من يوم ما استلم وتقلد هذا المنصب. نعم يعطيك ألف عافية على صراحة صور حلوة وذكريات وايد حلوة، وإحنا كان ودنا أنا والدكتور نحن نسالف أكثر ونطرح مواضيع أكثر، ما شاء الله يعني تاريخك وايد حلو والواحد يعني وده أنه هو يسالف أكثر صحيح. عن هذه الأمور. ونترك لك الكلمة الأخيرة قبل أن نختم معك هذا اللقاء، شنو ودك تقولين؟ أشكركم. أنا عندي نقطتين في الحقيقة ودي أتكلم عنهم. النقطة الأولى وبيت شعر أبي أختم فيه. النقطة الأولى، أنا كل ما أسافر برا الديرة وأرد ألاقي أسماء غريبة معلقينها على شوارع الكويت. نعم. كأسماء شوارع. كأسماء شوارع. ما نعرف عنهم شيء، وأنا أجزم لو بحثنا في هذه الأسماء راح نلاقي بعضها يمكن ما حطوا ريلهم هني بالكويت إلا بالستينات أو بالسبعينات. وهذا ياخذ من حق الناس اللي كانوا بالخمسين وبالاربعينات موجودين، اللي اسس جيوان مثل والدي، اللي عمي اسس الحرس الوطني، اللي اشتغلوا في البترول مع الانجليز، ما يعني هذيلا وين راح حقهم؟ يعني برشوت كذي صارت تعيينات باسامي تنحط على يزعلك هالشيء؟ يزعل، لا مو بس يزعلني، صارت حزازه وفي قلوب الكويتيين بعض الاسر اللي اهلهم تاسس الكويت على راسهم، انبنت الكويت على وجودهم في ذاك الوقت، ليش ما حد طالب يعني؟ حس ان لهم احقيه اكثر، لهم احقيه اكثر من الاسامي. نعم. اللي قاعد نشوفها الان. انا اتمنى لا احنا يا يعني اما يقنن هذا الموضوع، ما نبخص حق الاسماء اكيد. ايه؟ لهم تاريخ، لكن احنا نقول ان عندنا يمكن لا نبخص حق القدامى بالضبط اللي بنوا بالكويت صحيح. يعني احنا ما نطعن باي اسم كان موجود على شوارعنا، ما نطعن، لكن احنا ايضا نطلب ونطمح من المزيد. بس في اسامي ما نعرف عنها تاريخها شيء، يعني في أسامي غريبة أكيد لو نبحث أكيد موجود. أنا لو بكيفي تقنن الأسماء وكل خمس سنوات تغير كل كويتي ياخذ حقه صحيح. هذا يعني إما تلغي جميع الأسامي وتحطها أرقام وحروف. نعم. تلقي جميع الأسامي عشان ما يصير حزازة وشوية في النفس يصير فيه زعل، ليش فلان وضغينة بين الأسر. نعم. يا إما كل خمس سنوات تغير وتأخذ بحسب تواريخهم وجودهم بالكويت، يا إما تصير على الأحرف وعلى الأرقام. نعم صحيح. هذا رأيك أكيد وإحنا نحترمه، احنا استمتعنا اليوم وراح بس اختم في بيت واحد شعر. الناس يقولوا لي انت وين، ليش لما تجي الكويت ما تبينين؟ راح اقول السبب في بيت الشعر هذا. نسمع. ما ذقت لذة العيش حتى صرت في وحدتي والكتب جليسة، انما الذل بمداخلة الناس فدعهم وعش كريما رئيسا، ليس شيء اجل من العلم فلن ابتقي سواه جليسا. وشكرا جزيلا. صح لسانك وختام جميل منك استاذه نفيع الزويد، كل شكر لك، عسى الله يوفقك ان شاء الله في القادم من الايام، ولك من التحيه والترحيب كل شيء. نعم. شكرا لك. اذا احنا نكتمل مع فقراتنا لليوم ونرجع لكم اكيد بعد هذا الفاصل.